Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan pelajaran kita yaitu belajar membaca Al-Qur'an menggunakan irama disertai dengan tajwid. Masuk kepada juz 3 surah Ali Imran ayat 62. Silakan diperhatikan, disimak dan diikuti. Kita masih menggunakan irama bayyati. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يت أخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن لا مسلمون يا أهل الكتاب لما أَنْظُرْنَا بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء

فيما ليس لكم به علم، والله يعلم، وأنتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ كتاب <applause> لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أن وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيَّنَّ ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم ومنهم من إن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك ذلك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكي wa lahum azabul alim sadaqallahul azim ya sekian pelajaran kita belajar membaca Al-Quran menggunakan irama bayyati serta dengan tajwid semoga bermanfaat Silakan diperhatikan dan diikuti jika ada kekeliruan silakan tulis di kolom komentar. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahu ala, a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.